بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الوزراء، أيها الحضور الكريم، السادة الأمناء العامون، البرلمانيون المستشارون اللي حاضرين معنا والإخوان ديالنا، كنرحبوا بكم وكنرحبوا بنفسنا لأن احنا اليوم معروضين عند حزب الأصالة والعصرة والمعاصرة عند السي وهبي اللي منظم هذا الاجتماع. هذه مناسبة باش نتكلموا على واحد العدد ديال النقاط اللي هي جد مهمة اللي كتهمكم وكتهم المواطن المغربي. اليوم غادي نتكلم على الدولة الاجتماعية، وغادي نحاول ناخذ شوية ديال الوقت. كتسمعوني؟ زيدونا في الصوت شوية عافاك. وغادي ناخذ واحد الوقت اكثر باش نتكلم على قطاع التعليم، على ليديكاسيون. اولا يعني احنا يمكن لينا نقول لكم بانه الحكومه بفضل الدعم ديالكم يعني كاينه واحد الطفره نوعيه في تدبير الزمن السياسي، وبانه القبول بالرأي الآخر وبالرأي المخالف كذلك يعني في المعاملة ديالنا لا معكم أغلبية ولا مع المعارضة، يعني في وقت وجيز سنتين نتائج ملموسة لتنزيل السياسات العمومية، وغادي نركز اليوم على الدولة الاجتماعية وعلى لي زافونسي اللي عملنا في هذا الشيء ديال الدوله الاجتماعيه. فأكيد انه من بعد هذا الاجتماع، وكيظهر لي بانه هذه اسابيع، و سيد الرئيس مرحبا، اكيد انه يعني هذه ايام وهذه اسابيع وحنا كنعيشوا جميع التحولات اللي غادي تعرفها بلادنا في المجتمع بالنسبه يعني الدعم المباشر. ولكن انا بغيت نقول لكم بانه كل ما تعمل لحد الساعه بفضل صاحب الجلاله الله ينصرو انه تعمل للاسره المغربيه. فالوقت اللي كنتكلموا على التعليم كنتكلموا على الاسره، الوقت اللي كنتكلموا على الصحة كنتكلموا على الأسرة، الوقت اللي كنتكلموا على الدعم الاجتماعي كذلك. فلابد غادي نخلي يعني كما قلت ليديوكاسيون آخر نقطة باش ناخذوا فيها شوية ديال الوقت باش نتكلموا فيها إن شاء الله. ولكن لابد بأن تعرفوا بأنه يعني المسؤولية ديال الحكومة أن البرنامج الحكومي اللي جات به فهي تطبقه، وأني نعطيكم علاش كنطبقه. أولا في الميدان ديال الصحة، فأقل من عامين بدات الدراسة ديال السي اش يو ديال بني ملال، بدات الدراسة ديال السي اش يو في قلميم، بدات الدراسة ديال السي اش يو في الراشيدية، بطلق يعني الاشتغال باش تبنى السي اش يو ديال الراشيدية، غادي يبدا ان شاء الله في 2024 ديال قلميم. الدراسه الان يعني ديال بني ملال هي في طور الانجاز باش ان شاء الله في اخر المطاف 2025 غادي تبدا البناء ديالها. قلنا بانه الاطباء ما كافينش، بان خصنا ندخلوا، خصنا ندوبليو لا كاباسيتي ديالنا. فهاد السنه الاولى يعني اللي بدينا هذا العمل ديالنا، زائد 20% ديال الطلبة ديال الطب اللي دخلوا بالنسبة للسنوات الماضية، وكل سنة غنزيدوا ب 20 ولا 25%، وإن شاء الله قبل ما نمشيو يعني في آخر المطاف ديال هذا العمر ديال هذه الحكومة، غادي نكونوا ضربنا في جوج ازدواج ديال الرقم ديال العدد الأطباء اللي غادي يبداو يتخرجوا اللي غادي يكونوا كيدرسوا إن شاء الله. قلنا بأنه غادي تكون لا ريفورم، وبانه هذوك لي ديسبونسير غادي نصلحوهم.
حنا تقريبا وصلنا شي 350 اللي تصلحوا على 1400 وشي الاخر غادي في الطريق. مع السيد الوزير قال لي يلا هاد الايام 18 اللي وجدوا غير هاد الاسبوع اللي فات. وكتعرفوا الاهميه ديال هاد لي ديسبونسير بالنسبه للمواطنين وبالنسبه يعني لو كونتاكت يعني النقطه ديال الصله مع المواطن كذلك. قلنا بانه غادي نعطيو الامكانيات اللي هي مهمه بالنسبه للصحه اكثر من 7 مليار ونص ديال الدهم من نهار اللي جينا هذه في عامين بالنسبه لهاد 2024 ديال الدهم الى رجعتوا ل 2021 اش كان في البيدجي. واليوم غتلقاو 7 مليار ونص ديال الدهم يعني اللي تزاد في البيدجي. هذا سيت اون فولونتي باش يعني الطب ديالنا يكون في المستوى باش الناس تقرا الطب باش كذلك لي زوبيتو يكونوا يتصلحوا باش يكونوا امكانيات ويكونوا استثمارات. ف كتعرفوا بانه حكومتكم بالفضل ديال الحمد لله الليدرشيب ديال ساماجيستي جابت كذلك التغطيه الصحيه في اخر يعني 2022 يعني عام تقريبا عام وبعد الاشهر من بعد ما جينا للحكومه كملنا التغطيه وجبنا معنا تقريبا 11 مليون ديال الناس اللي كانوا في غاميد دخلوا الايمو التضامن. هذا شيء جميل وجد ايجابي. اذا حلينا واحد العدد المشاكل لواحد الفئه ديال السكان اللي كان عندها مشاكل في المعاناه في هذا الشيء ديال الصحه. ونحن في بدايه المسار. انتم تقريبا كتكملوا يعني جميع القوانين اللي كاينه، سته ديال القوانين اللي تعملوا، سته القوانين يعني في اقل من سنتين. يعني خمم لانه ما لقينا شيء داكشي وجد، خمم فيهم ووجدهم وكتبهم وناقشهم وتحاور عليهم ومن بعد دوزهم في الحكومه ومن بعد دوزهم في البرلمان. سته ديال القوانين، قانون اللي كيهم الصيدليه باش يكون عندنا واحد الاكتفاء الذاتي، باش يكون عندنا واحد لاندستري باش نقدروا نشريو احسن الدواء ديالنا، قانون ديال البنك الدم باش الدم بيكون موجود، المغاربه اللي كيكونوا كيحتاجوا له خصو يكون موجود، القانون ديال هذاك الشيء ديال نجمعوا المجموعات ديال الصحيه، انه اليوم في جهه سي اش يو لوبيتال ريجيونال لوبيتال يعني لوبيتال بروفانسيال ديسبونسير جميع المسائل اللي كتهم الطب هي مجموعه واحده ومتكامله داخل الجهه باش يقدروا الناس يتنقلوا ويخدموا بيناتهم في وسط داخل الجهه. هذا امكانيات اللي هي كبيره اللي تعملت بالنسبه للصحه. الى جيت المشروع ديال الان اللي حنا خدامين فيه واللي هو الامام ديال الانظار ديالكم غادي يتقدم ابتداء من الاسبوع المقبل اللي هو الدعم الاجتماعي المباشر. الدعم الاجتماعي المباشر بعد سنتين من عمر الحكومه وبفضل دعمكم نزلنا النظره ديال صاحب جلالة الله ينصرو اللي هو لاشيتكت ديال هذا يعني المشروع الكبير وغادي ننزلوها ان شاء الله ابتداء من اخر السنه يعني في اخر ديسمبر غادي تعطاو التعويضات. اشنو هما التعويضات؟ حنا كنتكلموا على الاسره غادي يمشيوا ليها الناس اللي عندهم الاولاد ديالهم كيمشيو للمدرسه، كاين واحد الدعم اللي هو مباشر لكل ولد اللي غادي يكون، اللي ما عندوش الولد ولكن هو اللي هما في حاله ديال الفقر ولا حاله هشه، هاد الناس اللي في حاله الفقر ولا هشه واللي هما ما عندهمش الاولاد حتى هما غادي يمشي لهم واحد الدعم، وغادي يمشي لهم في هذا اخر الشهر ان شاء الله اللي غادي يتقيدوا يعني في السجل الوطني الموحد الاجتماعي الموحد. كذلك تكلمنا على سميتو تكلمنا بلي كيكون واحد الطفل في وضعيه اعاقه كيتزيدوا اكثر بالنسبه لهذوك الاطفال اللي تخداو. هذاك اللي
هو والزوجة ديالو، ولكن راه ما عندوش الإمكانيات يعني، وفي حالة هشة وحالة فقر حتى هو غادي يكون عنده الإمكانيات. هذاك السيد اللي هو عنده العمر ديالو كبير، فحتى هو عنده الحق إلا كان ضعيف أو إلا كان في حالة هشة أنه يكون وصله إن شاء الله هاد يعني هاد الدعم. الدعم قلنا بأنه لو مينيموم على الناس كلهم في الأسرة، المينيموم على الأقل 500 درهم اللي غادي يدخل الأسرة ابتداء من شهر ديسمبر. ولكن اللي عنده ثلاثة ديال الدراري راه يمكن يمشي حتى ل 900، اللي عنده أكثر يمكن يفوت 1000، اللي عنده وضعية ديال الإعاقة يمكن يفوت 1000 1200. إلا كاين كل واحد على حسب الإمكانيات، هادشي اللي كنتكلم على هاد الأرقام يعني في أفق 2026. ولكن لو مينيموم اللي خصنا يعني ناخذه بعين الاعتبار بانه الان كاينه 500 درهم. فلهذا الحكومه يعني الاختيارات اللي جات بهم هو تطبيق يعني ما اراده صاحب الجلاله والارشيتكت ديال هذه البنيه كلها اللي تعملات، ولكن جينا باش نطبقوها وجينا باش ننزلوها للميدان. الحكومه جابت كذلك برنامج اللي شراك تقدم لصاحب الجلاله اللي هو ديال السكنه. هذا مشينا لكلاس موين، الطبقه المتوسطه، ومشينا كذلك للطبقه اللي هي ضعيفه. 300,000 درهم غادي ياخذ تقريبا الثلث، 100,000 درهم. اللي عنده بين 300 و700,000 درهم اللي هما في الطبقه المتوسطه غادي ياخذ 70,000 درهم. فهذا دعم مباشر. قبل كان الدعم باش يفهموا المواطنين، ما كيشوفوش لانه كتنقص ليه هذا من تي في ا، وهذا كي ما كيخلصش الضريبه، وكتقول هذا لونسومبل هذا راه فيه امكانيات انه يوصل واحد الثمن معقول بالنسبه للمواطن. الان الثمن واضح، ويعني الشك كيمشي للنوطير اللي غادي يتعامل معاه يعني هذيك لوبيراسيون، وفي سميت الشخص اللي غادي ياخذ. وهذا الشيء غادي يخلي ان شاء الله القطاع ديال السكنه غادي يتحرك، ولكن السكنه الساكنه كذلك تملك. عرفتوا بانه عملنا واحد العدد ديال الاجراءات في القضيه ديال الانفلاسيون. في الفلاحه عملنا 10 مليار ديال الدرهم. خدينا الفاكتورات ديال يعني الطاقه فيما يخص الالكتريسيتي الضو. يعني الحقيقه ماشي هو هذاك الثمن. دابا ملي كنقاطبوا الاثمنه ديالنا في المغرب راه بريسك 50% 60% اقل من الدول المجاوره الاوروبيه، وما عندناش علاش زعما، لانه ما عندناش علاش يكونوا هذوك الاثمنه اللي هما اقل. فهذا الدعم اللي هو جد مهم. اذا هذه كلها يعني دعم بالنسبه للمواطن، اخبار ساره بالنسبه للمواطن، مشات للاسره. يجب انتم ملكينها وخصكم تملكوها اكثر، واللي كنطلبوا منكم انه توصلوها للمواطن، خصو يفهمها. حنا ماشي في المواطن نشوفوا هالمسائل ديال التشويش وديال كاين افعال واعمال غير ما عمر شي حكومه في عامين يعني قامت بهذا المجهود ديال الدولة الاجتماعية كما قامت به هذه الحكومة. وهذا يصفق له، وهذا واحد شكرا. وهذا مجهود ديال فريق حكومي كبير اللي كيشتغل باش ينزل. هذا مجهود ديال يعني التنسيق اللي كاين بين الأحزاب السياسية ديال الأغلبية اللي كتلعب واحد الدور اللي هو كبير. وفي هذه البرامج كلها راه ما كاينش داك الشيء اللي كنا كنعرفوا قبل، لا هذا البرنامج ديالي لا هذا ديال الاخر ولا هذا. حنا كنا وداك الشيء اللي كتشوفوا في بعض الصحف مع الاسف تشويش. كل شيء حنا متفقين داخل الاغلبيه بان البرامج
هي الكبيره هي اولا برامج ديال صاحب جلاله، ولكن البرامج ديال صاحب جلاله خاص اللي ينزلها للتيران، وهذا اللي نزلها للتيران هو الحكومه، والحكومه فيها اغلبيه وما كاينش الفرق بيناتهم. وها هما السيدات والساده الوزراء حاضرين ويقولوا لكم واش كاين شي نهار شي تعامل يعني، او حتى معكم انتم يعني الاغلبيه البرلمانيين والممثلين ديال الامه، واش كاين شي فرق؟ بالنسبه ليا انا كنشوف فريق واحد، كنشوف فريق واحد، وكنقولها للوزراء اللي هما حاضرين، وكنعاود نقولها بان خصكم تشوفوا يعني الفوق كلها فريق واحد، لانه على فا الى انتصرنا يعني الانتصار ديالنا هو ان ننزلوا البرامج، ماشي احنا ما عندناش انتصار على الخصم، هو انتصار على الفقر، انتصار على الهشاشه، نهبطوا البرامج. الى انتصرنا انتصرنا كلنا، راه ماشي انا، ماشي سي نزار، ماشي سي وهبي، ماشي كنا سي هاد لي فور. وهذا الشيء حنا عشنا واحد العدد ديال التجارب في الاغلبيات اللي فاتوا، راه صعيب باش تلقى هاد المستوى ديال الانسجام يعني داخل 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 الحكومه وداخل الاغلبيه. دابا في الاسباس ديال 3 شهور هذا هو الاجتماع الرابع ديال الاغلبيه. اجتمعنا قبل ما نمشيو في اوت على البيدجي على لوا فينونس، اتفقنا اجتمعنا مع الاغلبيه على الدعم الاجتماعي. اجتمعنا هذا الاسبوع بثلاثه في الاغلبيه كذلك على الاشكاليه ديال التعليم، واليوم عندنا اجتماع مع البرلمانيين اربعه في 3 شهور، يعني حركه كبيره. وباش تفهموا بانه هذه يعني سيت اون كونفيكسيون، عقيده ديالنا انه نزيدوا بهذا الاغلبيه، ماشي نزيدوا بحزب، ماشي نزيدوا بوزير، ماشي هذا، فريق منسجم متكامل. وكنشكركم على الدعم ديالكم كلكم اللي كتقدموا للحكومه. فيما يخص التعليم، التعليم الهدف الاول هو يعني لا ريفورم. بغينا مدرسه مزيانه، بغينا التلاميذ اللي يقراو في واحد المستوى واحد الجوده، وبغينا الاساتذه يكونوا بخاطرهم ونواكبهم في التكوين ونواكبهم في الامكانيات ديالهم. هذا هو الهدف ديالنا، ما عندناش شي هدف اخر. حنا الا سمحتوا ناخذ واحد 5 دقائق في هذه النقطة. احنا ضمن البرنامج ديالنا في باب النهوض بالمنظومة ديال التربوية وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس، إجراء كيقول بأنه الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية لتصل إلى 7500 ديال الدرهم. هذا الشيء كاين في البرنامج. وبالنسبة لحملتي شهادتي التأهيل التربوي، أنا غنعاود نرجع لكم لو تيكست، لأن هذا الشيء كيرجع بزاف وكيغلط المواطنين وكيغلط مع خطأ حتى الأساتذة. أولا غنتكلم أش جبنا في البرنامج باش كنا تونكيل بأنه سميتو، وغادي نقرا لكم الفقرة اللي كاينة على هذا الشيء، لأن يعني هذه خديتها من البرنامج ديال الحكومة إذا سمحتوا. إن إعادة الاعتبار لمهنة التدريس تمر بالضرورة عبر تحسين دخل الأستاذ عند بداية المسار ومواكبته طيلة هذه الأخيرة، وتقييم منتظم لكفاءته في إطار الحوار الاجتماعي، لأنه هاش بغينا ولكن راه كاين الحوار الاجتماعي. تفتح الحكومة خلال السنوات الأولى من ولايتها حوارا اجتماعيا خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية،
من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية لتصل على 7500 درهم بالنسبة لحملة شهادة التأهيل التربوي من المراكز الجهوية لمهني التربية والتكوين. وإن هذه الزيادة البالغة، لأن الزيادة هي 2500 درهم، أجرة ديال بداية المسار ديال الأستاذ، ستتيح رفع من جاذبية مهنة التدريس. وبالنسبة لأداء الأساتذة الممارسين اللي عندهم أقل من 7500 درهم، سيكون بإمكانه الاستفادة من التعويضات الجديدة شريطة الحصول على شهادة تأهيل تربوي بعد اجتياز مهني تضعه كلية التربية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتدعمها المؤسسات الأساتذة المعنيين الراغبين في الإعداد لهذا الاختيار. هذا هو البروغرام. البروغرام اش كيقول لك؟ الناس اللي عاد تخرجوا الشباب باش نجيبوا لي ميا باش يجوا المخيرين، بلي غادي يبداو في المسار ديالهم، غادي نزيدوا لهم 2500 ديال الدرهم مينيموم باش يبداو يجيو ليه الناس اللي هما صحاح واللي باغين. وغادي نكملوا، غادي نكملوا معاهم. ما عمرنا قلنا هنا، دابا الاخوان اللي يمكن يشوفوني في اللايف دابا كنطرقوا للمشاكل باش نفهموا، ولكن المستقبل كلام اخر غادي نهضروا عليه. بلي حطينا هاد الاشكال، بلي تحطت حطينا هاد الاشكاليه، حنا الهدف ديالنا هو نطلعوا من المستوى ديال التعليم. لهذا مشينا 30 عام الشباب، يعني تعطات لي مويان باش نجيبوا باش لا تاكتيفيتي، ولكن ربطناه بواحد القضيه هنا مهمه، هي على حسب الحوار الاجتماعي، لان حنا ماشي بوحدنا، حنا عندنا نقابات انفاس، عندنا الناس ديال المهنه، ما يمكنش نجيو اون فان بوزي هو سميتو. اولا كنقولوا بانه يعني الحوار الاجتماعي غادي يتفتح في السنه الاولى، كاين اللي يقول لكم بانه تفتح في الاسبوع الاول. من الاسبوع الاول فاش جات الحكومه بدا الحوار ديال الاجتماعي، وتعملت اكثر من 50 اجتماع يعني مع النقابات. ثانيا هاد 7500 درهم، هاد 2500 ديال الدرهم اللي قلنا خصنا نعطيوها، شحال واحد كيدخل في العام في الاول؟ كانوا كيدخلوا 15 18000، دابا يمكن 20000، هما اللي عندهم الحق فيها اللي كيدخلوا باش كيتكونوا. جاوا الاخوان في اطار الحوار الاجتماعي كيقول لك اودي غادي تعطيو اللي عاد بدا جديد، والناس اللي خدامين هذه سنوات ما غادي يوصلهم حتى شي حاجه. وفهمنا بانه ما بغاوهاش في الدخله، بغاوها في الخرجه. يعني كيقول لك اودي انا بلي كنوصل لواحد المستوى ديال ليشيل 11 كنوقف وكنبقى سنين وانا خدام وما عنديش لو روندمون، ما عنديش اي حاجه، لانه ما يمكنش هكا ولا هكذا. جا عندي السي بن موسى طرح لي الاشكاليه، قلت لهم لهم الاسبقيه اللي بغاو، حنا 2500 ديال الدرهم عطيناها، ولكن بلاص ما نعطيوها في الاول، الناس اللي كانوا كيتحاورونا مع تحاوروا معنا بغاوها في الاخر. وكاينه اليوم في يعني في يعني في في في, في, في النظام الاساسي. من بعد جات القضيه ديال 900 ديال الدرهم الاساتذه المدرسين. المدرسين كيقول لك ما عطاونا والو، كيقول لك ما عطاونا والو، لانه حنا رابطين يعني هاد المنحه مع الجوده ديال التعليم. كنقولوا بانه بلي المدرسه توصل لواحد المستوى يكون عندها واحد لابيل، على 4 سنين اللي جايه ولا 5 سنين، كل عام ناخذوا 2000 ولا 2500 مدرسه، غادي نديروا لها يعني لو كونتوني ديالها باش تكون في واحد المستوى قبل
كنا كنقولوا بانه الاستاذ خصو مع الانسبكتور ويدوز لي تيست باش يقدر يطلع لهذاك ياخذ هذيك البريم دو لافوندمون. كان واحد شبه اتفاق انه يكون يعني لو روندمون ديال المدرسه كلها، يعني خص المدرسه تكون نقيه، خص المدرسه يعني الدراري يقراو مزيان، خص واحد البروغرام جديد اللي يطبق فيها، خص يكون فيها الحراس، خص يكون فيها هذا واحد العدد ديال الحاجه اللي غادي تخلي المدرسه ترتقي. واليوم عندنا يعني 600 مدرسه تقريبا اللي هي يعني في هذا النوع اللي عطات نتائج جد مهمه غادي نرجع لها. وقلنا بلي غادي يكون هكذا، هذوك الاساتذه كلهم اللي كيقريو في هذيك المدرسه عندهم الحق انهم ياخذوا 900 درهم في الشهر، تقريبا 10000 درهم في العام، يعني بحال الا قلتي 13 موا ولا 14 موا على حسب لو سالير ديالك اش عندك. كيجيو دابا المدرسين كيقول لك اودي حنا ما عطيتونا والو، عطيتونا الخوين حنا ما عطيتونا شيء. انا كنتفهم انه بلي كيقول هذا الشيء ستادير كون ما غادي توصلوا على ما شافهاش اليوم ولا غدا، يعني غتوصلوا على 3 سنين ولا على 4 سنين وعنده الشك واش غادي تكون عنده ولا ما عنده شيء. هذا الشيء كنتفهموه، ولكن ماشي ما عطيناش. اولا هذه ما داخلاش في البرنامج الحكومي، هذا سي تان بلوس اللي تعطى باش نحفزوا الاساتذه باش يمشيوا معنا يعني في هذا الاصلاح ديال التعليم يعني اللي بغينا. و دابا لانه في هذه الدوله الاجتماعيه لن ما نحققوش هذا الهدف ديال هذه الدوله الاجتماعيه بدون انجازات ملموسه، يعني كتقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول للتعلمات ديال القراءه وديال الرياضيات. سي شكيب بن موسى قام واحد العمل جبار، مشى ودار مشاورات وطنيه مست همه تقريبا 21000 استاذ واكثر من 33000 تلميذ واكثر من 20000 وصام باش نوضعوا واحد الخطه ديال الاصلاح ديال التعليم. اغلبيه الاسر في هذا النقاش اللي كان قالوا خلال هذه الجلسات ديال الورشات بانه ما عجبهمش الحال على الحاله ديال المدارس ولا النتائج ديالها ولا النتائج ديال وليداتهم. وكحكومه اجتماعيه حنا يعني بغينا ولاد المغاربه بيان سيغ يقراو مزيان ويقراو في مدارس اللي في المستوى، ما يمكنش نجيو في هذا الباساج ديالنا ديال هذه الحكومه وما نعملوش واحد الاصلاح اللي هو جذري واصلاح اللي هو كبير. ف تخلق هذاك البرانسيب ديال المؤسسه ديال الرياده زعما ديزيكول مزيانين، هو في الحقيقه هو توفير جذاب للتلاميذ والاطر الاداريه والتربويه والاسر. واظهرت نتائج، هادشي خديته من عند معلومات ديال الوزاره ديال التعليم، اظهرت نتائج ديال 63000 تلميذ وتلميذه مدرسين اللي هما في المؤسسات ديال الرياضه تحسنا ملموسا في التعلمات الاساس لا في اللغات ولا في الرياضيات، حيث تضاعفت هادو اللي بدينا معاهم في هذا البروغرام. يعني كاين واحد لا ميثودولوجي، كاين لي مويان ديال لا بروجيكسيون ديال كومون بو فير لي كالكول ماتيماتيك بلا ما يحفظ زعما كاينه واحد لا لوجيك، كيجي لواحد لو كادر اللي هو مزيان عنده يعني المراحل ديالو، عنده الضوء، عنده هذا، عنده الامكانيات، كاين لي غاديا. دونك هذه المدرسه ولات واخا هي كاينه في العالم القاري ولات في واحد سميتو، والاباء ديال هاد التلاميذ هما فرحانين. دونك هاد 63000 اللي تعملت عليهم الدراسه بانه كاين واحد تحسن ملموس في التعلمات ديال الاساس سواء في اللغات او في الرياضيات
حيث تضاعفت نسبة تحكم ديال التلاميذ في الكفايات المستهدفة أربعة المرات لاميليوراسيون ديال لو بروغري ديالهم، أربعة المرات في الرياضيات، ثلاثة المرات في اللغات، ومرتين في اللغة العربية. كما أظهر نتائج التقييم الأولي نسبة التحكم في الكفايات يعادل، يعني دابا هاد لي كومبيتونس ديال هاد الدراري كيفاش طلعوا في لي سكيلز ديالهم كيفاش طلعوا في هاد لي زيكول، يعادل استدراك سنة أو سنتين يعني من الدراسة في ظرف شهرين. هادوك لي كور اللي بداو كيعطيوهم بهاد لي كونديسيون جداد، الولد في شهرين بحال ربع عام ديال لا كومبريونسيون. وهذا الشيء ماشي التلميذ بوحدو اللي دي جور لوندومان من اليوم لغدا ولا كيفهم، لانه كاين المدرسه في المستوى، لان كاين لي زيكيبون المستوى، وكاين بالخصوص الاستاذ اللي هو كي يعني يواكب هذا المشروع وكيواكب لا فورماسيون ديالو وكاين التتبع ديالو. حنا وسمحوا لي لا طولت عليكم في هذا سميتو، ولكن كيظهر لي بانه هذا موضوع الساعه ولا بد ما ناخذوا فيه شويه ديال الوقت على اي قربت نختم. شتي دابا هذيك لو كنت درنا هذيك لابليكاسيون ديال 2500 ديال الدرهم نديروها في الاول كانت تتقى معنا ب 5 المليار ديال الدرهم، عطينا اليوم في الاخر 9 المليار ديال الدرهم. يعني يا باش نعرفوا علاش كنتكلموا، هذا الشيء كله اللي كنتكلموا عليه دابا باش نتكلموا على المستقبل. حنا في حاجه للاستاذ باش يكون في المستوى. راه يقول لك الله يرحم اللي علمنا، حنا كنبغيو الاستاذ، حنا كنبغيو الاستاذ يرجع يشتغل يعني في القسم ديالو في المدرسه، لانه قبل منا حنا حكومه التلميذ والاباء ديال التلاميذ محتاجينو باش يرجع للمدرسه وباش يقوي. حنا جبنا برنامج بعدا باش ما ننساش هاد الستاتيو كلوج اللي جابوا هذاك الشيء، البقايا ديال المشاكل ديال المتعاقدين، يعني هذا هو المبدا كاع باش مشينا باش نحيدوا الاشكاليه. وفعلا الستاتيو إذا تعقلوا على المظاهرات يعني والمشاكل اللي كانت مترتبه على المتعاقدين تفكات بالنسبه لهذا سميتو، ومنه انطلقنا باش نحسنوا الوضعيه. ماتنو دابا خصنا نكونوا متفقين للمستقبل. حنا اولا زعما الحوار دائما مفتوح، وقلتها يومين من بعد ما النقابات قالوا بانهم ما كانوش راضيين، وجلسنا مع السي شاكب بن موسى مع السي سكوري، ودرنا مع اجتماع مع يعني مع النقابات، وقلنا بانه احنا مستعدين ان نجلسوا ونشوفوا، لانه كلهم ماشي كيقول لك هذا ما مزيانش كله، ولكن كيقول لك اودي يعني خصو تحسينات وخصو تجويد. دونك حنا مستعدين للتجويد، ولكن التجويد لابد نفهموا شي حاجه، انه الراس ديال هذاك الشيء كله اللي غادي يكون خصنا الجوده ديال التعليم. لا يمكن يعني نلقاو شي حل مع الاساتذه الا ما كانش واحد لا فولونتي باش تكون الجوده ديال التعليم. دونك هذه خصنا تكون مكتوبه بعينه واضحه. من بعد في هذا الإطار اللي كاين اليوم نتكلموا، هذه المدرسة ديال الريادة اللي غنتسناو فيها 4 سنين يمكن نقربوها، نعملوا استثمارات، نزيدوا فيها دغيا، هاد التعويضات نقدروا نبقاو لو ميم بودجي، ولكن نشوفوا كيفاش كل شيء الكل يستفيد مع لونجاجمون الفوق
بانه لا ريفورم ديال لا سكولاريتي بان كلشي غادي يتم منها وكلشي غادي يهزها وكلشي غادي يديو. هادشي درنا مع الاساتذه ديال 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 التعليم العالي. وداخل هاد الموضوع حنا مستعدين نلقاو الحلول. جلسوا داكو بهدنا، ولكن باش نقدروا نجلسوا باش نداكو لابد الاساتذه يعني يعاونونا ويرجعوا الاقسام ديالهم ويقراو وليداتنا، لان هما في حاجه اليوم. انا بالنسبه ليا يعني راه صعيب باش يكون ولا بدا كنطلبوا منهم باش يرجعوا ويجلسوا، وانا عاطي الضمانه ديالي بانه غادي تكون واحد اللجنه اللي فيها السيد وزير التعليم سي شاكيب بن موسى، وغادي يكون في جنبه السيد الوزير ديال لومبلوا سي سكوري، وغادي يكون في جنبه الوزير ديال البيدجي وزير المنتدب ديال البيدجي، باش نشوفوا الاشكاليه كلها ونجلسوا معكم ونتحاوروا معكم. النهار اللي تكونوا موجودين حنا راه مستعدين باش نجلسوا، والاجتماع الاول انا مستعد باش نترأسوا باش نبينوا الطريق اللي خصنا نمشيو فيها ان شاء الله، ومن بعد غادي نتبع باش نشوفوا الحلول اللي تخلي وليداتنا يقراو تكون الجودة، ونكونوا يعني مع هذا الشيء اللي اونفاز مع لي زاسبيراسيون ديالنا، هذا الشيء اللي بغينا يعني حنا في المستقبل، ومع الامكانيات كذلك ديال الدوله. دونك حنا مستعدين، ولكن يعني الدراري خصهم يرجعوا يقراوا. انا بالنسبه ليا هذا هو النداء، انه الدراري خصهم يرجعوا يقراوا. حنا في حاجه لهذا الشيء، وحنا مستعدين باش نجلسوا وباش نتفقوا. ولكن بلي غادي نجلسوا الكل اللي يدير في باله، انا ما كنظنش بانه الاستاذ ضد الفكره انه ما تكونش الجوده. يمكن كاين اللي يخاف منها، ولكن حنا ما جايينش باش نقولوا هذا مزيان وهذا ما مزيانش. حنا جايين باش نعاونوا كل شيء ان شاء الله يكون مزيان باش يقوي وليداتنا، لان حنا كل عام كناخذوا 20,000. حنا محتاجين الاساتذه ان شاء الله في المستقبل. سي شاكيب في هذه المراحل كلها ما دار الا العمل ديالو، قام بواحد المجهود كبير باش يدير هذا الاصلاح، قام بسميتو بواحد العمل كبير باش يتشاور مع النقابات، باش يتشاور يكون الحوار الاجتماعي. وشحال من الاغلبيه ديال هذا الشيء اللي كاين في الحوار الاجتماعي الاغلبيه ديالو متفقين، ولكن الا جات شي حاجه كتخص مثلا هذاك الشيء ديال لي بيناليتي اللي كاينين ولا العقوبات ولا داك الشيء كله فيه نقاش، لان حنا النيه حسنه. هاد العقوبات اللي جاوا ماشي باش نعاقبوهم، جينا باش نخفوا عليهم ما يبقاوش العقوبات الاخرى، هذيك هي اللي صعيبه. عطيناهم امكانيات انهم يقدروا يتسامحوا، يقدروا. دوك هادشي راه كله ايجابي. انا غير اللي نبغي نقول بانه الحكومه وراء، والاغلبيه وراء السي شاكيب بن موسى. ونفتخر بالعمل اللي كيقوم به، والحكومه غير ما مرة شجعناه انه يزيد الامام وبانه يتناقش، وما كاينش الباب اللي مسدود، الباب مفتوح للحوار. حنا دابا ماشي في شد ليا نقطع عليك ولا، هذه بلاد ولادنا خصهم يقراو وخصنا نديرو لهم لا ريفورم. الا ما داتوهاش معنا النقابات والاساتذه معاهم، غادي ديروها، ديروها معنا، ديروا النيه، ثقوا فينا، ما غاديش نضروكم، حنا بغينا نزيدوا بكم القدام، ما يمكنش نخليو هذا الشيء. دونك بغيت نقول لكم بانه الثقه الكامله في السيد الوزير، غتكون اللجنه ان شاء الله معاه غادي تشتغل باش ونترأس اول اجتماع ديكو ان شاء الله هاد الاولاد ديالنا يرجعوا يعني للمدارس ديالهم، ونكونوا كلنا مرتاحين، وتكون شويه النيه والثقه، وان شاء الله غادي نلقاو الحل المشاكل ديالنا في المستقبل. وشكرا لكم.